رمضان الذي تتضاعف فيه الأجور ويفيض الرب فيه على عباده من نفحاته، ما لهم لا يشتاقون، وقد سمعوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. أيلامون على هذا وهم يعلمون أن الذي يعدهم بهذه الكنوز ليس قناة فضائية ولا صحيفة سيارة، بل الذي يعدهم بها ربهم الجواد الكريم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أيلامون على هذا الشوق وهم يسمعون قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. لا والله لا يلامون، فهم يعلمون يقينا أن أبواب الجنة لم تفتح، وأن أبواب النار لم تغلق، وأن الشياطين لم تصفد إلا من أجلهم. لم يفعل ذلك كله من أجل الملائكة، ولا من أجل الجبال، ولا من أجل الشجر، ولا من أجل الدواب، بل من أجلهم هم، مؤمنهم، إنسهم وجنهم. نعم، من أجلهم هم من بين المخلوقات، من أجل المخلوقات في السماوات والأرض. أفيلام هؤلاء على فرحهم وسرورهم وغبطتهم؟ لقد فرحوا بقدوم رمضان ليقينهم بأنه فرصة للتزود من التقوى وترقيع ما وقع ويقع منهم أثناء العام. فلقد سمعوا قول ربهم يا أيها الذين آمنوا، لقد سمعوا قول ربهم يناديهم يا أيها الذين آمنوا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسمعوا قول ربهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وطعامه من أجلي. فإذا كان الذي يقول لك أنا أجزيك على عملك هو الجواد، هو الكريم، هو الوهاب، ما ظنك بجوده وكرمه وعطائه؟ لقد أيقن هؤلاء من هذه النصوص أن ترك الطعام والشراب والنكاح وسائر الطيبات ليس مقصودا لذاته، وأن التقرب إلى الله عز وجل لا يتم إلا بفعل الطاعات وعلى رأسها الفرائض، ولا يتم إلا بترك المحرمات. وسمعوا قول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والحراء والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.